ليست الزيارة الأولى لتشارلز ديفيس إلى لبنان، واللقاء يتجدد مع الفنان زياد الرحباني بالاشتراك مع مجموعة من نخبة موسيقيين أجانب برعوا في أداء فريد. اسمع قطعة اسمع إذا بعد في مجال، طبعاً ما بدي أذكركم إنه ما راح ندق، ما راح نقدر ندق بالنسبة لي بسهولة هيك قطعة هلا في بال 85. تشارلز ديفيس متمكن من آلة الساكسوفون إلى حد مشاركته أساطير القرن الماضي في صناعة العصر الذهبي للجاز مثل بيلي هوليدي، كليفورد جوردن، جون جيلمور وجون كولترين. الموسيقى هي الموسيقى وعلينا أن نتغير مع الزمن، وأحاول أن أقوم بأفضل ما لدي دائماً. أكثر من 100 معزوفة من روائع الجاز العالمي، ولديه بعض المقطوعات الخاصة به منها Land of Dreams، وإهداء خاص لزوجته التي فقدها خلال العمل على ألبومه الأخير For the Love of Tori. واليوم يبلغ تشارلز 81 عاماً، فهل يفكر في التوقف عن العزف؟ أتوقف لماذا؟ لأبتاع منزلاً بين هذه التلال؟ لا 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 لن أتوقف. Thank you.